المنهاج، كتاب المنهاج للإمام النووي، وسوف أحبتي لا نقرأ المقدمة وهو سوف يشرح ويتكلم عن الكتاب رحمه الله تعالى، وإن شاء الله الشرح سيكون سريع ونتوقف فقط عند أمور معينة لأن الكتاب نوعا ما طويل وكبير، فلذلك بحول الله وقوته أن يعني نمشي عليه سريعا بحول الله وقوته. قال مصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبدد أي أو أؤلف هذا الكتاب بمعونة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمة أحبتي في الله هذه صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان هناك سبي، وكانت هناك امرأة تبحث، فإذا وجدت غلام أخذته واحتنظته وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه قاذفة ابنها في النار؟ قال: يا رسول الله لو تستطيع لن تقذف في النار. قال: والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. والله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم، والرحيم ممكن يطلق على الإنسان، أما الرحمن فلا يطلق على الإنسان. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: هي برجل محمول بين رجلين ابنيه لا يستطيع المشي، فقال: ما لهذا؟ فقال: يا رسول الله قد نذر أن يذهب إلى مكة الحج ماشيا على أقدامه. قال: الله سبحانه وتعالى أغنى، غني الله عن تعليم هذا لنفسه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يركب على بعير أو على دابة. فالله سبحانه وتعالى رحيم وشرع فيه رحمة، والآن سوف نرى أن المسافر له الجمع والقصر، وله التيمم إذا لم يجد ماء، وله المسح على الخفين، كل هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. ثم قال رحمه الله: الحمد لله. والحمد لله سبحانه وتعالى وهو الثناء باللسان الجميل الاختياري. قال: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على كل شيء. قال: البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد. البر أي المحسن، الجواد واسع العطاء سبحانه وتعالى، أي الذي جلت أي عظمت نعمه، أي كثير الإنعام على الإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى. قال: المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. المان الذي يعطي من غير سؤال، المان يعطي من غير سؤال، وهذه صفة مدح لله عز وجل. أما الإنسان قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا يجوز الإنسان أن يمن، لكن الله سبحانه وتعالى من صفاته قال: المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هو الهادي سبحانه وتعالى. قال: الموفق للتفقه في الدين، فالذي يتفقه للدين هذا وفقه الله سبحانه وتعالى ولطف به واختاره من بين خلقه ومن بين العباد. قال: أحمده أبلغ حمد وأكمل. أحمد الله سبحانه وتعالى على كل ذلك، أبلغ أي أعظم وأكمل الحمد. قال: وأزكاه وأشمل، ويشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه سبحانه وتعالى كثير الغفران الغفار مبالغة، ويشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فهي صفة صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده فوصفه بالعبودية. قال: سبحان الذي أسرى بعبده.
قال المصطفى الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى المختار اختاره من بين الخلق صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. هذه المقدمة الحمد والشهادتين، ثم بدأ في المقدمة. قال أما بعد، أي بعد هذا الكلام الذي قيل، قال فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات. الاشتغال بالعلم أفضل الطاعات، والمقصود بالعلم العلم الشرعي. قال الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا من يتفقه للدين في الدين هذا اختاره الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو علم ينتفع به أو علم ينتفع به. وقال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه والعلم وعالم ومتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له. من هو العالم؟ الذي علم مسألة واحدة. العالم هو الذي علم ولو مسألة واحدة، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. هذا الفضل العلم. قال رحمه الله وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. إذن الوقت نفيس جدا، لأن وقتك هو حياتك. قال فأفضل شيء، لأن الوقت عند الإنسان كثير، يعني بعد الصلاة والعبادة يصير عنده وقت كبير وكثير. قال وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، لأن الأوقات غالية جدا عند الإنسان طلب العلم. قال وقد أكثر أصحابنا، أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، قال وقد أكثر أصحابنا رحمه الله من التصنيف، أي التصنيف في فقه الشافعي، أكثر بالشروح والمختصرات. قال من المبسوطات والمختصرات وأتقن مختصر. الآن يتكلم عن كتاب الذي سوف يعني يتكلم عنه وهو الذي اختصره. قال وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي. الرافعي والنووي قالوا دائما الشافعية المتأخرين الشافعية يأخذون ترجيح الرافعي وترجيح النووي. إذا اتفق النووي هو الرافع على شيء فهو المرجح في المذهب، وإذا اختلف أخذوا قول النووي برجحون النووي على الرافعي. فقال وأدخل مختصر المحرر، كتاب المحرر للرافعي رحمه الله، في التحقيقات، أي فيه تحقيقات كثيرة ودقيقة وغزيرة. قال وهو كثير الفوائد، يمدح هذا الكتاب رحمه الله. قال وهو عمدة في تحقيق المذهب، لأن فيه أقوال ضعيفة وأقوال قوية في المذهب، فالرافعي اختار القول القوي في المذهب. قال فهو عمدة في المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات الذين يرغبون في التفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال وقد التزم رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، وهذا أحبتي الله مسألة عظيمة جدا، أنه يعني أرجع الفضل لأهل الفضل. الآن ما يقول لي لا كأن المسألة هم طلعها، سأل المسألة تعرف من فلان الشيخ، والله أنا تعلمت منه مسألة، ما أقول والله تعلمت مسألة من الشيخ،
أو هذا بفضل فلان، لا يرجعون الفضل إلى فضله إلى أهل الفضل. لذلك قالوا بركة العلم إذا أردت أن العلم عندك يكون موجود ويبارك الله سبحانه في علمك فارجع الفضل إلى أهله. وبتقول أنا وأنت ماخذ من فلان وماخذ من فلان، فلذلك قول فلان اللي قال وفلان اللي قال. ومن الإنصاف أنك تمدح، فهو يمدح المحرر مع أن أراه صاحب المحرر غير موجود، لكنه إحقاقا للحق. وهذا يعني الإمام مالك قال يوم تكلموا عن هذا الإحقاق الحق، وقال الإمام مالك قال ما في زماننا أقل من الإنصاف. إمام مالك يقول في زماننا ما حد ينصف. إحنا شو نقول الحين؟ قال ووفى بما التزمه، أي الرافعي، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبار. المحرر عود شوي، قال يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات. المحرر عود ما حد يقدر يحفظه، فلذلك أنا سوف أختصر لهم هذا. قال فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه. إذن المحرر كتاب كتاب جميل وكتاب محرر وكتاب معتمد، لكن قال فيه عيب وهو أنه كبير الحجم بس. فلذلك أنا سوف أختصر هذا الكتاب إلى نصف الحجم مع ما أضمنه إليه إن شاء الله من النفائس، فأضيف عليه الأمور الناقصات والمستجدات، من التنبيه على قيود بعض المسائل، يعني لم يذكر بعض القيود سوف يذكرها، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار، اختار خلاف المذهب. فأنا سوف أنبه بأن هذا اختيار الرافعي في هذه المسألة على غير المذهب، والصحيح عكس ذلك. طيب، كما ستراها إن شاء الله واضحات، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو في كلمة غريبة أحطها كلمة معروفة عند الناس أو مهما خلاف الصواب بأوضح وأحضر منه بعبارات جليات. ومنها بيان القولين أي للشافعين، والوجهين أي للأصحاب، والطريقين من يفرجون الطريق على قول الإمام. قال والنص له نص الشافعي. قال ومراتب الخلاف. هذه الأمور أحبتي بالله مصطلحات عند أهل الشافعية، وكثير من المذاهب عند هذه المصطلحات، القول والراجح والوجه وكذا. لذلك يعني سوف نتكلم ونكون عمليين قدر الإمكان، لأن المصطلحات ليس هدف في حد ذاتها. صحيح التنظير مهم للفهم، هذا أمر لا بد منه، لكن إذا كثرت هذه المصطلحات ولم تعرفها فلا تعينها يعني اهتماما. هذه قضية الوجه ولا صح، لذلك سوف نأخذها إن شاء الله يعني قليلا إن شاء الله، وتتضح لنا مع المرور على الكتاب. قال ومراتب الخلاف في جميع الحالات، أي سوف أذكر هذا الأمر، حيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين، قولين من؟ الشافعي. فإن قوى الخلاف قلت الأظهر، يعني عكس اللي هو غير الأظهر اللي هو الضعيف، وحيث أقول الأصح أو الصحيح فالوجهين، فمن الوجهين أو الأوجه. الوجهين قلنا كلام الأصحاب، الوجه للأصحاب. إذا قال الأصح مقابلة الصحيح، إذن في صحيح وفي أصح، إذن الخلاف قوي. وإذا قلت الصحيح ومقابلة الضعيف فالخلاف ضعيف. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين، أي أخرج هذا الكلام على كلام الشافعي. وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج على أقوال الشافعي رحمه الله تعالى. قال وحيث أقول الجديد، الشافعي رحمه الله عاش فترة في العراق وأفتى في العراق وكان له مذهب في العراق، وذهب إلى مصر أرض الكنانة، فكان له هناك مذهب وأقوال. فالجديد
يختلف عن القديم الجديد في مصر. إذا قال القديم يعني في العراق، وإذا قال الجديد يعني في مصر. قال وحيث أقول الجديد، إذا قلت الجديد يجوز يعني القديم لا يجوز، القديم في العراق. قال فالقديم خلافه، وإذا قلت القديم كذا يعني القديم رجح في هذه المسألة، رجحنا القديم، فالجديد خلافه. أو في قول قديم فالجديد خلافه. قال وحيث أقول وقيل فهو وجه ضعيف، والصحيح خلافه. وحيث أقول وفي قول وفي قول كذا فالراجح خلافه، يعني إذا في قول إذن هذا ضعيف. ومن مسائل نفيسة سوف أضيف مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى منها الكتاب. وأقول في أولها يعني سوف آتي بمسائل يجب أن تكون هناك لم يذكرها الرافعي، وهذه المسائل سوف تكون من عندي أنا النووي. فأقول في أولها قلت، سوف في الكتاب تشوف قلت والصحيح كذا، وقال وفي آخرها والله أعلم. إذن إذا في كلام أولا قلت وآخرة الله أعلم، هذا كلام من كلام النووي. قال وما وجدته من زيادة لفظ ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها، وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما هو في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده، فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. وقد أقدم بعض المسائل. النووي محدث، النووي محدث، لذلك دائما يختار إذا في هناك حديث ضعيف يقول هذا حديث ضعيف والصحيح كذا. وهو رحمه الله شرح مسلم، شرح مسلم، شرح صحيح مسلم، فهو متضلع في علم الحديث. فقال فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. وقد أقدم بعض المسائل الفصل للمناسبة واختصار، يعني مسألة أخرها أنا أخذ المسألة دي أجدمها، وربما قدمت فصلا كاملا للمناسبة هو فصل أخر هذا الفصل، أقول لا الفصل هذا المفروض يكون مقدم على هذا الفصل. قال وأرجو إن تم هذا الحديث أنها تم هذا المختصر، هذا دليل على أنه كتب هذه المقدمة قبل الكتاب ولا بعد الكتاب؟ بعد الكتاب. والأصل أن أهل التأليف وأهل التصنيف يكتبون المقدمات بعد الكتاب، بعد ما يكتب هو، لا هو كتب المقدمة قبل أن يبدأ. لذلك قال فإن تم، يعني لم يتم قبل أن يبدأ. قال إن تم هذا المختصر، وأرجو إن تم هذا المختصر يكون في معنى الشرح للمحرر، أسوي يعني مثل الشرح والاختصار، فإني لا أحذف لشيء من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا، يعني حتى لو كان خلاف واهي سوف أذكر هذا الخلاف مع ما أشرت إليه من النفاس. وقد شرحت في جمع جزء، إذن ألف جزء آخر غير هذا غير المنهاج. قال وقد شرحت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. هذا المختصر اللي اختصره له منهاج عمل عليه جزء صغير اختار منه بعض المسائل المهمات. قال ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وبالحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات أو أكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها، وعلى الله الكريم سبحانه وتعالى اعتمادي وإليه توفيضي واستنادي. التوفيض لله سبحانه وتعالى، وأسأله النفع به، أن ينتفع الناس من هذا الكتاب من هذا المختصر، وأسأله النفع به أي بهذا الكتاب لي ولسائر المسلمين، ورضوانه عني وعن أحبابي وجميع المسلمين. هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدها المقدمة بدأ في كتاب الطهارة. قال كتاب الطهارة، والطهارة يا هي الرفع حدث أو إزالة نجس. ما معنى الطهارة؟ يا رفع حدث، الحدث أمر معنوي قائم بالأعضاء، يعني الآن إذا أنا عليه حدث، الحدث على أعضاء الوضوء،
هل هذا الحدث تنظره أنت؟ هل هذا الحدث اللي على الأعضاء يرى؟ لا يرى. إذن هو أمر معنوي قائم بأعضاء الوضوء. إذن الطهارة رفع الحدث، رفع، لذلك ما يقولون إزالة، رفع الحدث أي رفع معنوية، واضح؟ فأنت إذا توضيت راح الحدث. طيب هل الحدث ينظر يشوفه يتلمسه؟ لا. فما هي الطهارة؟ الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس. قال أن النجس شيء يرى بالعين وله جرم، إذن الطهارة إزالة النجس ورفع الحدث، هذه هي الطهارة. قال كتاب الطهارة أي كتاب بيان أحكام الطهارة. والطهارة لغة هي النظافة، الطهارة لغة النظافة، وشرعا قلنا شرعا هي رفع حدث وإزالة نجس. أو في معناهما، يعني في معنى رفع الحدث وإزالة النجس، ما هو الأمر الذي هي معنى؟ قالوا التيمم. التيمم لا هو رفع حدث، ما يرفع الحدث، لكن بمعنى رفع الحدث، لأنه بدل التيمم، بدل الوضوء، بدل الوضوء. طيب وتجديد الوضوء ليس رفع حدث ولكنه في معنى رفع الحدث. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال ويشترط لرفع الحدث، إذن لرفع الحدث هناك شروط، لرفع الحدث وإزالة النجس. كلمة إزالة النجس موجودة عندكم؟ ها؟ طيب الحدث والنجس يشترط لرفع الحدث و إزالة النجس، النجس ماء مطلق. ما المقصود المطلق؟ ما المقصود المطلق؟ كلمة مطلق ما معناه مطلق؟ كان ما يطلق عليه اسم الماء لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته. ممتاز. مطلق أي إذا أطلقت كلمة ماء أين ينصرف الذهن؟ هذا معناه مطلق. إذا أطلقت، إذا قلت لك ماء، مخك وين يروح؟ حق ماء الزعفران ولا ماء الورد ولا أي ماء؟ يروح للماء، ماء الشرب، الماء، واضح؟ فهذا المطلق، يعني إذا أطلقت كلمة ماء أين يذهب الذهن؟ هذا المقصود. فقال الماء المطلق الذي لا يقيد بشيء، ماء الزهر قيد، ماء زعفران، ماء ورد، ماء زهر، واضح؟ فهذا غير مقيد، يعني مطلق إذا أطلقت هذه الكلمة. قال ماء مطلق، إذن يشترط الماء المطلق. طيب هل ماء زعفران وماء الورد يرفع الحدث؟ لا، ما يرفع الحدث. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر في الأعرابي الذي بال في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء. إذن في دليل على أن الذي يطهر هذه النجاسات هو الماء المطهر. قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، مثل ما قلنا القيد زعفران ورد، فإذا قلنا ماء من غير قيد فهو هذا. قال فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. فالمتغير بمستغنى عنه، الماء إذا تغير بأمر يستغني عنه هذا الماء. يعني هل الماء مثلا الماء في نقول في بركة، ما في بركة أو في نهر، هل يستغني هذا الماء عن الطهارب؟ ما يستغني، واضح؟ لأنه لا، يعني الفصل ما، لكن قال فالمتغير بمستغن عنه الزعفران ما يستغني عنه، أنت حاطه الزعفران، فإمكان الماء أن يستغني عن الزعفران أو الورد أو الزهر وهكذا.
قال فالمتغير بمستغن عنه كزعفران أو الشاي أو العصير أو لهم، قال يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. إذا منعوا الآن ماء زعفران، هل تقول له ماء؟ ما تقول، تقول ماء زعفران. إذن امتنع أن تطلق على هذا الماء زعفران كلمة ماء، واضح؟ هذا المقصود. قال يتغير تغير لدرجة أنك لا تستطيع أن تقول هذا ماء. قال يمنع إطلاق اسم الماء، قال فهو غير طهور. إذن هذا الماء صحيح مش نجس، ماء طاهر صحيح لكن غير طهور، أي لا يطهر غيره، واضح؟ هذا المقصود. قال ولا يضر تغير، تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره، وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر. إذن هناك في خلاف، إذا قال الأظهر هناك في خلاف. إذن قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، يعني تغير تغير بسيط جدا، يعني خلينا نقول مثلا عندك كمية ماء وسقطت فيه خلينا نقول يعني زعفران وحده، بيتغير الماء بتسميه لي ماء زعفران؟ لا لن تسميه ماء زعفران. إذن ما تغير ولا ضر هذا التغيير. قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، فهو ماء صحيح تغير لكن تغير طفيف جدا، للحين اسمه ماء مطلق. قال ولا متغير بمكث، يعني الآن الماء إذا خليته في مكان معين يتغير، يصير فيه طحالة، يصير فيه سمح نقول شبه فيصير يتغير بهذه الطحالة. قال ولا متغير بمكث وطين وطحلب، واضح؟ إذن لا يضر هذا التغيير البسيط، وكذلك لا يضر التغير بمكثن، هذا لا يضر، وطين لا يضر، وطحلب لا يضر، كل هذا يعني للحين ما يجوز لك أن تتوضأ به. قال وفان وما في مقره أو ممره، إذا كان نهر يمشي يمشي على مثلا بعض الأحيان الأرض تكون حمراء فيها الحديد زايد، طيب يتغير أو ألوان وكذا فيها مثلا قد يكون فيها قلنا حديد أو غيره وكذا. قال وما في مقره ومره، وكذلك متغير بمجاور، تغير بشيء مجاور له كعود أو دهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر. إذن كل هذه المتغيرات للماء لا تضر هذا الماء، لأنها خلينا نقول نجمعها نقول تغير طبيعي، التغير الطبيعي للماء لا يضر، سواء كان يعني لو رحت في البر وشفت لك ماء متغير لونه خضر فيه مثلا حمر صاير لا يضر، لأن كل هذه أمور طبيعية فلا يضر، فهو ماء مطلق ولا يتغير. قال ويكره المشمس، المشمس هذا يعني عند الشافعي، لكن الشافعي شرطوا شروطا في هذا الماء. قالوا لماذا يكره الماء المشمس؟ قالوا لأنه قد قالوا إذا ثبت طبيا أنه يسبب البرص، يسبب البرص يحرم، لأن فيه قول بأنه يسبب أمراض الماء المشمس. قالوا لكن بشروط، أن يكون في بلاد حارة، يعني مثل بلاد بارد شوي، مثلا بلاد الشام أو مصر، بلاد يعني فيه برودة نوعا ما، لا يكره المشمس، يكره المشمس في بلاد حارة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في أواني منطبعة، أواني منطبعة، ما المقصود منطبعة؟ أي مطرقة، يعني مثل النحاس والصفر هذه الأواني التي تطرق وليس ذهب وفضة،
أواني الذهب والفضة لا يجرى فيها الماء المشمس، لكن يحرم استخدامه، يحرم استعماله، واضح؟ لكن يكره عند الشافعية، يكره الماء المشمس إذا كان في بلاد حارة وفي أواني مضطبعة، قالوا لأنه يعلوه زهومة، يعلوه زهومة. ما أتوقع أحد منكم شاف هاي الزهومة، أنا شفتها، أنا شفت الزهومة. الأول يضعون الماء في أواني، ما كان في بيبات، فكان يا في نحاس يا في أواني يعني. فإذا كان في الشمس سبحان الله ترى عليه زهومة، يعني فيها لون أزرق على رأسه، على سطح الماء، كأنه يصير مثل الزيت يعني، لكن هو ماء سبحان الله من شدة الشمس وحرارة الإناء. قال تعلوه زهومة، هذا مكتوب في الكتاب، تعلوه زهومة. وقالوا هذه الزهومة إذا لمست البشرة أصابته بالبرص، لكن قالوا لم يثبت ذلك طبيا، لكن الله أعلم. لكن قالوا إذا قال يكره، لكن أنت لازم يكون هذه بشروط معينة. لكن لو الماء الآن مشمس وهي موجود في الدرامات الآن وكذا، لا يضر، لأن لم تتحقق هذه الشروط، لم تتحقق هذه الشروط، والله تعالى أعلم. يعني ماء البحر يختلف، ماء البحر مهما كانت حرارة ماء البحر فإنه لا تعلو هذه الزهومة، وهو ماء متغير وماء متحرك. وقال صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماء صلى الله عليه وسلم الميتة. فلذلك هذه الحرارة لا تؤثر في ماء البحر، والله تعالى أعلم. ماء المسبح إذا كان عليه إضرار، اي ماء البركه اذا كانت مصنوعه من الطوب، هذا ما لا يتحقق في هذا الامر. نعم، والله تعالى اعلم. جزاك الله خير. هذا صلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.